واللي جمهوره دلوقتي منتظر الحفلة اللي هتكون يوم الجمعة 9 أغسطس. وطبعاً تنوعت البوست والكومنتس من جمهور الهضبة على السوشيال ميديا، وكتبوا هم نفسهم يسمعوا إيه من أغاني. عمرو دياب نشيط جداً على الإنستجرام وبيتابعه 29 مليون و600 ألف فولور، وهو بيتابع 17 أكاونت بس، منهم طبعاً ولاده نور وعبد الله وكنزي وجانا، وكمان الفنان أحمد حلمي وراغب علامة. الهضبة نشر على الإنستجرام لحد دلوقتي حوالي 1445 بوست، وأغلبهم صور من حفلاته وفيديوهات لأغانيه الجديدة وصور ليه مع أصحابه وفرقته الموسيقية. من الإنستجرام نروح للفيسبوك، بيتابع عمرو دياب 22 مليون وهو عامل فولور لأربع أكاونت بس، ونشر بوست بيعلن عن حفلته اللي هتكون في العالمين في دورته الثانية. تعالوا نروح ليوتيوب، القناة عليها أكتر من 6 مليون مشترك ونشر حوالي 102 فيديو لحد دلوقتي. القناة دي أطلقها عمرو دياب سنة 2006، ولحد دلوقتي حققت إجمالي مشاهدات لكل الفيديوهات وصلت لمليار و900 مليون مشاهدة. قناة عمرو دياب على اليوتيوب بقت هي المصدر الرسمي والرئيسي لكل ألبوماته الأخيرة، وتحديدا من أول ما بدأ ينتج ألبوماته بنفسه من سنة 2016 مع ألبوم أحلى وأحلى. وبكده خلصت فقرة السوشيال لاب، ودلوقتي تعالوا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع ضيف ترندز النهاردة.